إياك أن تسترخص ثقافة اللعن ممن يحاول بعض البتريين الخبثاء الإجهاز عليها أو إيهامك بأنها منافرة للأخلاق والآداب وإلى ما هنالك. هذه أصوات ليست تنطلق من منطلقات أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام. أئمة أهل البيت كانوا حريصين على إشاعة ثقافة اللعن في موردها الصحيح. ما يحاوله هؤلاء هو إسكات المجتمع عن النيل من الرموز التي دمرت المجتمع، دمرت الدين. هؤلاء يرتكبون أعظم خيانة حين يحصنون هذه الرموز الفاسدة، وتحصينهم لهذه الرموز الفاسدة يقتضي بقاء الفساد المتقوم ببقاء هذه الرموز الفاسدة في عالم الاعتبار وعالم الاحترام. كلا، لابد أن نطرد هذه الرموز من عالم الاعتبار وعالم الاحترام إلى عالم اللعن والنبذ والاستنكار والاستحقار. هكذا يتنظف المجتمع، هكذا ينصلح حال المجتمع.